دار خلاف النهارده او ما يشبه الخلاف حوالين الاجهزه الرقابيه في الدوله، نقدر نعرف يعني هو مش خلاف الحقيقه، بيناقشوا الباب والاعضاء بيبدوا ملاحظاتهم والمقرر بيرد، واذا كان في مقتضى للتعديل بيتم التعديل، يعني مساله ما فيش خلاف ولا حاجه. يعني هل فعلا الجهاز المركزي للمحاسبات هيبقى ليه الرقابه الشامله على كل اجهزه الدوله ولا هو كل على 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 فكره المال العام عموما اينما وجدت يعني. فبالتالي يعني الجهاز هي الحقيقه الجديد مش في الرقابه، في حاجه جديد في الجديد في الاستقلاليه عن سلطات الدوله كلها. الاجهزه دي كلها هتبقى الهيئات دي كلها مستقله عن كل سلطات الدوله، كل الاجهزه الوارده في الباب. بالنسبه للجنه نظام الحكم يعني تردد في وسائل الاعلام ان صلاحيات الرئيس تقلصت، في يعني نقدر نقول ايه اللي اتشال بالظبط من صلاحيات الرئيس؟ بص تقدر تقول الرئيس ليه صلاحيات ايه، انما ايه اللي اتشال ده كتير. رئيس الجمهوريه الحقيقه الاختصاصات الاساسيه هي الامن القومي، الدفاع والامن القومي، ثم الشؤون الخارجيه، يعني دي اهم اختصاصات الرئيس. لو اختصاصات اخرى مثلا على حاله الطوارئ بس لمده اسبوع فقط، له حق حل مجلس النواب لكن بعد استفتاء الشعب، وحتى لو جاءت نتيجه استفتاء برفض الحل هو يعني يتوجب عليه الاستقاله، بتبقى استقاله الرئيس وجوبيه. يعني كثير تغير من الحياه. نقدر نقول ان احنا فعلا على اعتاب دوله مدنيه ديمقراطيه فعلا؟ على اعتاب دوله ديمقراطيه ان شاء الله. مدنيه دي انا لا اعرف حاجه اسمها دوله مدنيه، يعني علميا مفيش حاجه اسمها في دوله ديمقراطيه، يعني انما احنا اخترعنا هنا في مصر حته المدنيه خوفا من الدوله العسكريه وخوفا من الدوله الدينيه، لكن في الحقيقه علميا مفيش حاجه اسمها دوله، من كل الدول مدنيه. يعني مفيش يعني الدوله الحديثه غير متصور ابدا انها تكون سيوقراطيه او تكون دوله عسكريه. ممكن البعض يردد كلمه مدنيه للرد على لفظ الثيوقراطيه، ممكن يردوا على السيوقراطيه يعني، او يمكن قصدين اذا كان قصدين علمانيه بقى ده موضوع تاني، يعني لن نكون دوله علمانيه باي حال من الاحوال يعني.